الآن الأخ الدكتور فيصل المسلم موافق؟ مؤيد أو معارض؟ أخ الدكتور فيصل المسلم مؤيد الأخ الرئيس وتنازل الأخ الفاضل علي الدغباسي. شكرا للأخ الدكتور فيصل المسلم. أخ علي الدغباسي مؤيد أو معارض؟ مؤيد الأخ الرئيس. مؤيد تفضل. وأرجو أن يكون فيه انتباه لما سأقول لأن أمر مهم. الوزير ومن معه هم رجال مال وحسابات، يعرفون تماما بأن الأمر في حكم المنتهي والكل عارف، لكن الوزير رجل لديه رسالة يريد أن يوصلها للمجلس، وجاء وقال ما لديه، وأتوقع في الربع ساعة الأخيرة أن يقول شيء يشبه المفاجأة. أنا جاوبك ليش؟ لأن كلامه كله تحريضي، تحريض بأن مجلس الأمة فت العضلات، ومجلس الأمة عبارة عن مؤسسة مجرد أن للشعب الكويتي ما يفهم انتخابها بهالشكل هذا، وأن مستقبل الانتخابات غير، وصور نفسه بأنه هو المنقذ، هو المنقذ الاقتصاد الوطني، وهذا يقول ما يشاء. أنا هذا أمر ما يعنيني ولا يعني الشعب الكويتي. تسألون ليش الوزير سأل وزملائي المحترمين زألوا؟ ليش ما رحت النيابة؟ ليش ما اتخذتم إجراءات؟ أنا أقول لك ليش؟ لأن الشعب الكويتي خلال السنوات الماضية عجز أنه يعقد جلسة، عجز أنه يتخذ إجراء، عجز أنه يمارس صلاحياته من خلال هذه القاعة ومن خلال هذه الأصوات. الأخ الرئيس، أنا أقول لك ليش؟ لأن ما كنا نقدر نعمل شيء، لأن الاستجواب كان يشطب والكل يعرف هذا الأمر. اليوم في تشكيك بالنواب المستجوبين، ومن هم النواب المستجوبين؟ تعرف من هم؟ هذول اللي فجروا قضية الإحالات والإيداعات وتكلموا عن قضايا مال الدولة اللي الوزير كان مسؤول عن هذه الحقبة. هذول نواب شجعان قاموا ودافعوا عن الشعب الكويتي وتحملوا كل هذا أنواع الضرب اللي قاعد يحصل، وكان هذا في عهد الوزير الشمالي. هذا اللي جنابك اليوم تحاول تصور المجلس بأن هذا قهوة وهذا فتوة وهذا عضلات، لا لا، هذا كلام إنشائي، هذه آراء كنت حر فيها، احنا ما لنا علاقة معاك ولا ممكن نختلف مع ما جاء في كثير من كلام الوزير، كلام إنشائي جميل بأن النفط راح ينضب يا أخوان، وأن الاقتصاد الوطني، هذا كله كلام جيد ممتاز، الله يوفقك إن شاء الله. ماذا اتخذت من إجراءات لأجل هذا الأمر؟ ليش فقط تحريض على هذه المؤسسة النيابية؟ أنا أقول لك بأن هناك تقارير جاسم السعدون والخبراء وتقرير بلير وغيره من التوصيات، حكومة معظم الوزراء فيها وغيرهم يروح يرجع بالطيارات الخاصة وتنفق الملايين يمين وشمال، تجي تتكلم على رواتب الموظفين فقط وتصورنا حنا بأن حنا طلاب التأزيم، لا، هذا كلام غير صحيح. في عهد الوزير الشمالي جاءت قضية المسرحين وانهيار البنك الخليج واستقالة محافظ البنك المركزي وأيضا إقصاء أصحاب الرأي الآخر، وفي عهده الكفاءات راحت المحاكم تدور حقوقها، هذا حكم من المحكمة الدستورية. ألسنا حنا السلطة اللي فوضويين كنواب، والحكومة هم الحكماء ومن يعني يشاطرهم الرأي؟ هذا حكم محكمة، خلي يقوم الوزير ينفيه، هذا حكم محكمة بتاريخ 6/3. تدرون شو يقول حكم المحكمة؟ بأن الوزير خالف صحيح القانون عندما عزل مدير المكتب هيئة الاستثمار في بريطانيا. تدرون ليش شالوه؟ مع أن هذا حقه وكان ناجح في عمله، ولو عليه شيء ما رحموه، لأن هذا المكان كان جزء من صفقة سياسية أيام توزيع المناصب، تتذكرونه في المجلس الماضي؟ على حساب من؟ على حساب هالشرفاء، وهذا حكم محكمة، خلى الوزير يقوم يرفيه في الربع ساعة هذا. كلام غير صحيح حول عمل مجلس الأمة، هذا يعطي شفافية لأخ الوزير. هذا النقاش في مجلس الأمة يخلي الناس تثق في هذا البلد بأن في سلطة رقابية، مو قضية استعراض عضلات. الشعب الكويتي يمارس الديمقراطية من 50 عام، 50 عام يمارسها، إلى اليوم مو قادر يختار نوابه؟ لا لا، الشعب الكويتي قدر ونجح في 2-2. لأخ الرئيس، كل دوائر صنع القرار في العالم ومراكز الأبحاث والدراسات ايش قالت عن يوم 2-2؟ قالت أن الشعب الكويتي
في بلد نفطي، وتعرفون البلد النفطي الاستقرار مطلوب فيه على مستوى العالم. ايش قالت مراكز الابحاث؟ قالت ان الشعب الكويتي هذا قادر انه يصلح الاعوجاج اذا الحكومه تعسفت في السلطه. احنا ما ورد، او على الاقل انا لم يرد في كلامي، ما فيه مساس في شخص الوزير او اخوان المؤيدين له. انتم احقاق في اراكم، لكن تسفيه هذا المجلس هي رساله تحريض للشعب الكويتي وايضا للقياده السياسيه بان نحن مجموعه من البلطجيه. احنا مو بلطجيه، احنا جينا وقمنا بواجبنا ونبي ردود على ما طرحه النواب. اكرر، اريد ردود على ما طرحه النواب في قضيه الخمور والمواشي والعقد. انا اكلمك واكلم النواب المحترمين، هذا عقد وسالك عنه مسلم البراك، ليش ما جاوبت؟ العقد يا اخوان وقع بتاريخ 28 ابريل، وانت قاعد تقول حق مجلس الوزراء بان بتاريخ هذا التاريخ الوارد امامي 26/7، شلون تصير؟ رد على الاسئله النيابيه، على الاقل الحد الادنى، احترموا عقولنا، خلونا نشعر ان لدينا معلومات. ليش هذا التسفيه في مجلس الامه دائما وبشكل متواصل؟ الاخ الرئيس مسلم يقول ان 7 عائلات تسيطر على الواجهه البحريه، وانا اقول لك شيء اهم منها، الله يبارك لهم، احنا نقول عسى كل الكويتيين يستفيدون، عائلات وغيره، لكن نريد شفافيه، تكافؤ فرص، عدل بين المسلمين عشان الناس يحسون ان هناك عدل. ازيدك من الشعر بيت، الهيئات والمؤسسات والشركات نفس الجماعه تسيطر عليها في توزيع مجالس الادارات وفي توزيع الهبات وفي توزيع السفرات، لان ماكو عدل. تقول لي ليش ما سوينا؟ اقول لك مجلس الامه لم يمكن من عمله، لم يمكن من عمله خلال السنوات الماضيه، الكل يعرف ما قدرنا نعقد جلسه للتعليم. الكويتيين ما لقوا فرصه بالتعليم بالجامعه، ما قدرنا ان نجتمع. احنا مو طلابه خصومه، نحن نريد ان تصل الرساله واضحه ومشفره. نتعاون مع الحكومه وكل الاطراف عشان نوصل مصلحه الكويت، لكن هذا استجواب ومن حق الناس تسال. ما صار النواب دقوهم دق بالاسئله؟ ليش ما ترد على اسئلتهم؟ هذه العقود صحيحه ولا مو صحيحه؟ هذه العقود بوقتك صحيحه ولا مو صحيحه؟ قوم قول لنا، مو تقول لا والله هذا كان امر سري مجلس الوزراء، ما في اسرار، ما في اسرار. انا ما راح اتكلم على الاخطاء الثانيه، انا اريد ان اقول لك حاجه مهمه، بان وزاره الخزانه الامريكيه، وزير الخزانه الامريكي في تطبيق الاجراءات واللوائح، كلكم تعرفون مادلين اولبرايت وزيره خارجيه امريكا، لما تزور الدول في بعض الدول يعطونها هدايا او شيء من هذا القبيل. يعني هذا كلام مكتوب في مذكرات وزيره خارجيه امريكا مادلين اولبرايت في مرحله سابقه، انت لما اعطوها ساعه هديه تقول اشفقت على هذا الرئيس العربي اللي اعطاني اياها، لاني راح اوصل المطار واسلمها الى وزاره الخزانه الامريكيه تسوي عليها مزاد علني. هذا هو الاجراء الصحيح، مو فقط شركم على الموظف وعلى الضعيف وعلى المسكين. يوم انك انت بتطبق الاجراءات على الناس بصندوق المتعثرين الفاشل، ليش ما طبقته على بنك الخليج اللي عطى 400 و300 مليون وتدخلت الدوله؟ يوم انك انت تبي تعالج مشاكل الناس، ايش حقه ما قدمت حلول؟ اليوم القضيه تدور على صاحب المرتب وعلى المقترض البسيط وعلى صغار الناس او صغار المستثمرين اللي راحت مدخراتهم في البورصه. اليوم اللي مسؤول عن هذا يقول لك مجلس الامه. اتحداك اذا مجلس الامه يوم من الايام عطل اعمالك او عطل مشاريعك اللي ممكن انها تحفظ البلد. انا وافقت على قوانين عده، حفظ الودائع في البنوك، الخطه، الخصخصه، ما وقفنا في طريقك. المشكله مو عندنا يا ابو مشعل، المشكله عندكم، واذا تبون الناس تطيعكم، وكلامي مو لجنابك، لكل الوزراء، تبون الناس تقتنع بشعاراتكم وخططكم، ابدوا بانفسكم وكونوا قدوه حسنه للمواطن الكويتي. اما انكم تشترون بخور وعطور وكاكاو بالميزانيه وابحاث ودراسات وتقول يا مواطن لا توظف في الحكومه، لا تصير عضو مجلس اداره في شركه، لا
لا لا لا, لا تدخل صندوق المتاثرين او ادخل هذا الصندوق واحترم من الاقتراض. لا 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 لا، هذه السياسات الماليه مرفوضه، هذه السياسات الماليه جزء من احتقان الدوله. الدوله رافضه ان الكويتي يجد فرصه عمل. تدري هذه الاموال الكويت وزير ماليتها شنو يحتكم عليه؟ صناديق سياسيه سياديه في امريكا، في بريطانيا، في سنغافوره، في غيره. مو قادر تكوت هذه الفرص العمل، مو قادر انك توصل فرص عمل حق الكويتيين. تدري ليش؟ انا اقول لك ليش اقصد فرص عمل في هذه القطاعات. انا اقول لكم ليش؟ لان القوانين في البلدان الاخرى من الصعب ان تطلع فيزا حق مواطن كويتي لكي يعمل. من الصعب ان مواطن كويتي يعمل وما يطلعوا له فيزا اذا هو جاي بغرض العمل، علما باننا نحن نملك المليارات ووزير الماليه مسؤول عنها. هذه السياسه اللي طبقها الدول هي اللي نجحت فيها، اما سياستنا الحاليه في تطفيش الكويتيين، في عدم حمايتهم، كل يوم امام قضيه مسرحين، كل يوم امام قضيه مسرحين، كل يوم امام ارتفاع في طوابير العمل، كل يوم ارتفاع في المشاكل. الى متى؟ وما هي حدود مسؤوليتك؟ وماذا قدمت؟ وماذا صنعت؟ ولا شيء. الاجابه ننتظرها من الوزير. طول الاستجواب الرجال جاي يوصل رساله، كلكم عارفين الاخوان المؤيدين والمعارضين والوزير والرئاسه والجمهور والصحافه، الكل عارف. طيب على ليش جاي ومتحمل 18 ساعه عشان يقول لكم مجلس الامه هو عباره عن حلبه نقاش؟ لا لا، او حلبه مصارعه. مجلس الامه لا هو حلبه ولن يكون قاعه للملاكمه كما يريد البعض، او حلبه للسرك كما يسعى البعض بانتظام. مجلس الامه الحالي باذن الله سيصل الى ان يحقق اقصى درجات التعاون مع الحكومه. الحكومه اللي ثلاث استجوابات متتاليه بدت من رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير الاعلام، ما جينا احنا واعترضنا عليها ولا قلنا شيء، مكننا النواب من حق المساءله بجلسه علنيه، لكن هذه الحكومه ما كان لها موقف مرحب بهذا الاستجواب. ليش؟ انا قلت وعيد، لان ممكن يكون مصطفى الشمالي الصندوق الاسود اللي عنده الاسرار الكامله. هذا الامر ما عاد نقبل فيه. الرساله اقروها جيدا، نحن نريد ان ننقذ بلدنا من ما يحصل فيها من انهيار، من عدم وجود فرص العمل، وعدم وجود فرص السكن، وعدم وجود فرص استثمار، وانقاذ الماليه. الكويت لجميع الكويتيين، مو طبقه دون طبقه ولا شريحه دون شريحه. في عهد الشمالي جرت كل هذه الاحداث واللي تكلمنا عنها بالاستجواب، لم يرد عليها. معظم كلامه كان تحريضا على مجلس الامه، وانا اربع به وبمن معه وغيرهم ان مجلس الامه هو عباره عن فتوه وعرض عطلات. هذا كلام مرفوض. ايضا ورد في اسئله النواب في الاستجواب ورد شيء مهم، بان والله هناك الشركات اللي وردت بالكتاب واللي الاخوان تساءلوا عليها، واللي ايضا نفى الوزير ان الشركه قائمه والشركه موجوده. انا ما اود التوسع، لاني لدي قناعه بان الوزير اكثر واحد فينا في القاعه يعرف بان هذه المباراه ما هي له، ويعرف، لكن يريد ان يوصل الرساله. واكرر، انا اتوقع ان يقولها في الربع ساعه الاخيره، وهذا حقه، لكن خل تكون هذه مناسبه لكي نصل لمصلحه الكويت. مصلحه الكويت لازم فيها الناس تعرف ان في حكومه جاده في بسط سياساتها الماليه، وحكومه ما تطبق القانون على الضعيف وتحرم الضعيف والموظف وتفتح الابواب والخزائن. بالله في ارض تتاجر ب 135 او 145 فلس على البحر، وارض اخرى في صبحان بدينار 700، وشلون صارت هذه في ليله ظلمه؟ ومتى؟ ايام ما كان المجلس مغلوب على امره ما يستطيع ان يعقد جلسه. نعم نعم الاخ الرئيس، انا اعتقد بشكل بسيط وواضح الامر في حكم المنتهي، والكل يعرف ذلك. ولا اود الاخ الرئيس ان تخسر البلد. الزم علينا الكويت ووحدتنا الوطنيه، وان نرص صفوفنا ونعالج مشاكلنا. ومجلس 2012 قادر باذن الله بكل اعضائه وليس بشريحه دون اخرى ان نعبر في بلدنا في ظل المحيط الاقليمي الساخن، وفي ظل عبث في وحدتنا الوطنيه ومحاوله لتفريق الكويتيين الى شرائح وفئات. الكويتيين واحد،
وتعاونوا ودوروا وجه الله ودوروا الحق، والحق يبدأ لما تنفذ على الناس كلها، ما تنتقي في تطبيق العدالة والنصوص على الضعيف وتخلي القوي. أنا أطلب من المجلس الموقر أن يعجل في طلب طرح الثقة في الوزير لكي ينهي. شكراً لك خالد دباسي.